طيب معانا سيدة، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، اتفضلي. الله يكرمكم يا رب بالله عليك. آمين. إحنا نازلين في برنامج على النت فمشتركين بس فيه. ما تقوليش قبل ما تقولي سؤالك، ما تقوليش اسم أي حاجة خالص. لا مش هقول اسم يلا حاجة. يلا اتفضلي. إحنا مشتركين فيه يعني دافعين فلوس. وهو بيدينا على الخسارة والمكسب مطوشة يعني. بتوقعات يعني. تمام. فهل هو حرام ولا حلال؟ توقعات للماتشات وبيديكوا يعني فلوس. الماتش ده هيجيب كام؟ كده يعني. يعني النهارده خسر بكره كسب، بنتحاسب على الخساره والمكسب يعني. طب ما دي المراهنه يا ماما، مش دي مراهنه؟ والمراهنه دي من المقامره. سامع الشيخ احمد؟ لا. يعني اللي انا فهمته من حضرتك كده ان دي مراهنة ومقامرة، والمراهنة او المقامرة على المال دي حرام. ده اللي انا فهمته من سيادتك. ولا اظن ان مثل هذا البرنامج بالوصف اللي حضرتك ذكرتيه خاضع للرقابة المالية ورقابة الدولة والجهات المعنية. لا اظن هذا.